أنت هربتهم؟ أنت هربتهم أليس كذلك؟ هربت من يا ولد؟ لا تقول لي يا ولد، أنت هربت هجرس وزوجته وأمه. هل ذهبوا؟ رحلوا، نجوا بجلودهم. لا تقل لي إنك كنت تريد أن تقتل هجرس. طبعا أقتله، ولكنك لم تكن تقول ذلك حين قتل جساس. حين قتل جساس اعتبرت أن ذلك يعني نهاية الحرب، ولكن إذا كان الزير لم يكتفي ويريد أن يجدد هذه الحرب فليس قتلهم أشرف من قتلانا. وإذا كان لهم ثأر لدم أهرق منذ سنين فإن ثأرنا سيكون لدم لم يجف بعد. وإلى أين رحلوا؟ فليرحلوا إلى آخر الدنيا، سيقع هذا الهجرس بين يدي ذات يوم أو بين يدي. أنا أستغرب كيف سمحت له بالإقامة بيننا، ولماذا منعت أخي مرة عنه؟ لكي لا يقتله هجرس، كان يستطيع أن يقتله، ما يزال صغيرا على لعبة الموت. وأنت أفهم أن الموت ليس لعبة للأولاد؟ إنك تخرجني عن طوري بهدوئك. تعال تعال إلى جانبي وحدثني عن القطعان. ألا تراني إلا راعيا؟ نذهب إلى خالي المنجد، هناك ولدتك وربيتك، خرجت من عنده هجرس وتعود إليه الجار. أيقبلني وهو خالك؟ هو قد مات. وأهله أليسوا بكريين؟ ألا يشاركون في هذه الحرب؟ لا، لن يشاركوا. وما أدراك أنهم لن يشاركوا؟ أنا أعرفهم، هم غير ميالين إلى الحرب، ولم يكونوا يريدون المشاركة فيها منذ بدايتها، ولكنها فورة الدم كما يقولون، شاركوا في البدء والآن يريدون أن ينصرفوا لعيشهم. قتل الجروي لجساس أنهى الحرب بالنسبة لكثير من العرب، واعتزاله لها سيتركها سجالا بين قلة قليلة من الناس. وماذا يعني أن جساسا قد قتل؟ أتنتهي الحرب بموت جساس؟ إذا كان هناك من يريد استكمال هذه الحرب فهو أنا. الزير يريد استكمالها حتى لو لم نرد نحن ذلك. بل نريدها قبله، أنا وأهلي وفرساني تحت تصرفك في أي وقت تشاء. لقد كان جساس صديقي وأميري، ومن أجل الثأر له أنت أميرنا منذ اليوم. هل أعجبكم المكان؟ المهم أن نكون معاً يا عمتي. حبذا لو كانت أختي اليمامة معنا. ونعم الرأي، ما رأيك يا عمتي؟ منى عيني أن تعيش معي، لكنها لن ترضى. سيكلمها الجرو، ألن تفعل؟ أفعل طبعاً. تصوري أن يستغرب المرء رؤيتك في ملابس أنثوية لائقة. ما الذي جئت تفعله هنا يا؟ بماذا أناديك؟ ربما كان يفضل أن تناديه هجرس. ولكن أنت أول من اكتشف أنني الجرو. وأنت منزعج لأننا اكتشفنا الأمر، أليس كذلك؟ لا تكوني قاسية عليه، هو غير منزعج. أنسيتي أنه هو الذي قتل جساسا؟ وهل يجب أن نشكره؟ اسمعي يا ماما، لقد قطعت مسافة كبيرة حتى وصلت إلى هنا، وأنا لم آتي لكي أسمع هذا الكلام. اسمعيني أرجوك، نحن قد انتهت حربنا، وإذا كان عمك الزير يريد أن يخوض حربا غيرها فليس لنا شأن بذلك.
لقد هاجرت مع زوجتي وأمنا. تعالي وعيشي معنا أنت أيضا، نستطيع أن نبدأ حياتنا من جديد. ذهبي معه ودعي جبيرا يطلبك من أخيك وأمك. لا، لن أذهب للعيش مع جليلة. هي أمنا يا يمامة. لا، هذه المرأة هي التي قتلت أبي، وهي التي أخفتك عنا، وهي التي أنقذت عمك الزير يوم كان من الممكن أن يقتلوه، بل هي التي كادت أن تشمت بنا بعد قتل أبي، وهي التي أنكرتني وذهبت إلى بيت قاتل أبي. يا ابنتي، كلمة الحق يجب أن تقال. نحن الذين طردناها يوم قتل كليب، فلم يكن أمامها إلا أن تذهب إلى أهلها، لأنها بكرية، ولأنها كذلك أخفت ابن كليب وادعت أنه ابن شاليش. يا ماما، هل سنستعرض الماضي كله الآن؟ نحن نريدك أن تأتي وتعيشي معنا. لا، وهذا آخر ما ستسمعه مني. ثاني بإمرتك يا سالم. أهلا بك يا كلثوم. أهلا بك يا سالم. طمني، كيف هي ليلى؟ وتسأل عن أخبار النساء؟ النساء دائما بخير، يحبلن ويلدن. لن يمر وقت طويل حتى تناديني يا أبا عمرو. أبا عمرو؟ هل ستسميه يا عمرو؟ ألم أقل لك هذا من قبل؟ منذ أن وعيت على الدنيا والناس ينادونني أبا عمرو. أليس اسما جميلا؟ ستعتز غدا بحفيدك عمرو بن كلثوم. والآن نحن على عجلة من أمرنا، متى القتال؟ فور تناول الطعام، اذبحوا الذبائح واطعمونا، هيا. اللقاحة أن تهاجمني يا جحدر. خذ زمن الزير سالم مرة أخرى يأخذنا على حين غرة. وماذا حل بالأهل كلهم؟ سيخبركم مرة. إلى أين يذهب؟ لا أدري.